طيب بسم الله. طبعا مقدمة، تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية، زي ما الكل يعرف المملكة وافقت على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي بمرسوم ملكي رقم ميم 51 وتاريخ 3/5/1438، وبالتالي بعد هذا التاريخ تم إصدار والموافقة على نظام ضريبة القيمة المضافة رقم ميم تقسيم 113 وتاريخ 2/11/1438. طبعا الهيئة العامة للزكاة والدخل هي الجهة المسؤولة والمكلفة بتطبيق وإدارة ضريبة القيمة المضافة في المملكة. طبعا ضريبة القيمة المضافة زي ما الكل يعرف اللي عنده حتى لو باك جراوند خفيف عن الضرائب، انها هذه ضرائب غير مباشرة ما يتحملها التاجر ولا البزنس، وانما يتحملها المستهلك النهائي. طبعا ضريبة القيمة المضافة في السعودية عندنا من اقل النسب في العالم 5% الخاضعة، وهي تطبق في اكثر من 160 دولة في العالم. طبعا تعريف السلع في ضريبة القيمة المضافة هي الممتلكات المادية، الأصول المادية أو الطاقة، جميع هذه تعتبر سلع. يوجد في نظام ضريبة القيمة المضافة مواد تتعلق خاصة بالصادرات، اللي أنصحكم بالاطلاع عليها عن كثب، اللي هي في اللائحة، لائحة ضريبة القيمة المضافة، المادة 32 اللي هي تصدير السلع، والمادة 33 الخدمات المقدمة لغير المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي اللي يعتبر تصدير خدمات برضو، واللائحة المادة 34 خدمات نقل وسلع أو نقل السلع والركاب خارج المملكة والتوريدات المتعلقة بقطاع النقل برضو، لأنه مرتبط بقطاع التصدير. طبعا نتكلم عن المادة 32 اللي هي تصدير السلع. طبعا التصدير بصفة عامة هو خاضع لضريبة القيمة المضافة، يعني ما بالنسبة الأساسية المفروض، لكن تصبح الصادرات خاضعة للنسبة الصفرية، على يجب على المورد السلع هذه انه يملك دليل خلال 90 يوم من تاريخ حدوث التوريد انه هذه السلع صدرت. يعني يجب انه يملك دليل، مثلا لو انا صدرت وما عندي دليل التصدير يعتبر انه ايش، خاضعة ولا غير خاضعة؟ الاساس خاضعة. طبعا هي خاضعة سواء كانت بالنسبة 5% او سواء كانت بالنسبة الصفرية، كلها تخضع. عندنا نوعين من الخضوع، خضوع بالنسبة الأساسية 5% أو خضوع بالنسبة الصفرية 0%. يلزم إيش؟ أيوة. معناته لو أنا صدرت حاجة لكن عندي الإثباتات اللي تطلبها الهيئة العامة للزكاة والدخل، المستندات المطلوبة لإثبات التصدير، أنا أستطيع أن أطبق النسبة الصفرية على التصدير هذا. لو ما أملك المستندات هذه يكون هذا التصدير خاضع للنسبة 5% الأساسية. هنيجي الحين في السكة بقى. طبعا إذا لم يحصل زي ما قلنا المورد دليل خلال 90 يوم من تاريخ التوريد، فلن يحسب التوريد على أنه خاضع للنسبة الصفرية زي ما تكلمنا، صح ولا لا؟ طبعا الأدلة اللي مطلوبة زي ما احنا شايفين مستندات التصدير الصادرة عن الهيئة العامة للجمارك، عقود البيع اللي يكون فيها تعريف البائع والمشتري والتاريخ وكيفية النقل، كل هذه الأشياء. طبعا يوجد مستندات أخرى، يعني فواتير، مستندات نقل، مستندات طبعا ممكن تكون مستندات من نفس الجهة او ممكن تكون من جهة ثالثة، يعني
لأن بعض المصدرين لا يقوم بتنفيذ التصدير بنفسه وإنما شركة مساندة. أو طبعا للهيئة رفض المستندات التي قدمها الشخص الخاضع للضريبة إذا ما كانت كافية، إذا كان الدليل المقدم غير كافي للهيئة رفض المستند هذا، ويتم معاملة التصدير على أنه التصدير خاضع لضريبة للضريبة بالنسبة 5% النسبة الأساسية إلى ما يتم إثبات التصدير وقبول إثبات التصدير من الهيئة العامة للزكاة والدخل ليطبق النسبة الصفرية. طبعا جميع عمليات التصدير السلع المنقولة التي تم استيرادها مؤقتا تطبق عليها نفس الشروط في التصدير. طبعا توريد السلع المتواجدة في المملكة أثناء خضوعها لنظام تعليق الرسوم الجمركية يعامل على أنه خاضع للنسبة الصفرية برضو متى ما أثبت. يعني لا، الإعفاء الجمركي حاجة والخضوع ضريبة القيمة المضافة حاجة ثانية. طبعا اللائحة المادة 33 تصدير الخدمات اللي تكلمنا عنها، يعد توريد الخدمات إلى عميل ليس له مقر في المملكة في 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 دولة عضو يعامل على أنه خاضع للنسبة الصفرية عند استيفاء جميع الشروط الآتية. طبعا لما نقول مقر إقامة في أي دولة عضو، وش المقصود بأي دولة عضو؟ أيوة، في الخليج، في 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 الاتفاقية الخليجية لضريبة القيمة المضافة هي مطبقة على الدول، من نفذ منها فهي دولة عضو. طبعا حاليا يعتبر أي تصدير خارج المملكة هو تصدير، يعني لا يخضع لضريبة، يخضع للنسبة الصفرية. لكن في حال وجود النظام الموحد للضريبة، زي ما أنتم عارفين في النظام الموحد للجمارك، عفوا، أيوة، زي ما في نظام موحد للجمارك يضم دول الخليج ويكون في مقاصات بين هذه الدول بما يخص الجمارك، أيوة، متى ما نفذ هذا ضريبيا راح يعامل أي شخص في الخليج أنه يخضع للضريبة بنسبة 5%، يعني أي تصدير من المملكة إلى أي دولة عضو يعتبر خاضع بنسبة 5%. أيوة، إلى الآن مو مفعل هذا النظام في الاتفاقية ضريبة القيمة المضافة بين دول الخليج، لكن إلى الآن مو مفعل. سببها إيش؟ أنه ما في نظام موحد يضم الدول هذه ضريبيا كنظام الجمارك الموحد، واضحة؟ بس حاليا طبعا أي شيء يدخل إلى المملكة يعتبر استيراد، وأي شيء يخرج من المملكة أو أقليم المملكة العربية السعودية يعتبر تصدير حاليا. إلى ما ينفذ النظام الموحد زي ما قلنا فيعتبر لا، خليجيا أي شيء خارج أقليم الخليج يعتبر تصدير. اي اكيد، لا اكيد لا، راح يصير في اعلان واضح، وقبل فتره النفاذ والتنفيذ راح يصير في اعلام اكيد، يعني بدون شك. اي بدون شك. طبعا بما يخص الخدمات الان، لا يقع توريد تلك الخدمه في اي دوله عضو وفق للحالات الخاصه. طبعا احنا نقول عشان نطبق النسبه الصفريه على الخدمات يجب أن يكون توريد تلك الخدمة لا يجب أن يكون في دولة عضو، لكن احنا قلنا هذا غير منفذ الآن، معناته أنه أي شيء، أي خدمة خارج المملكة حاليا تعتبر صادرات، وأطبق عليها النسبة الصفرية متى ما وجدت عندي الإثبات هذا. أن يكون الشخص الخاضع للضريبة الشخص الخاضع للضريبة أو يكون للشخص الخاضع للضريبة دليل على أن العميل له مكان إقامة خارج دول مجلس التعاون، بينما الآن إيش؟ خارج إيش؟ خارج المملكة الآن. لكن متى ما نفذ النظام الموحد يجب أن تملك دليل أنه المستهلك أو العميل يملك مكان إقامة خارج أقليم الخليج أو دول مجلس الخليج.
ألا يستفيد العميل أو أي شخص آخر من الخدمات أثناء تواجده في أي من الدول الأعضاء، أو الآن نقول لا يستفيد من الخدمة أو أي شخص آخر من هذه الخدمة داخل المملكة. إذا أنا مصدر والعميل أعرف إن له مثلا مقر إقامة في المملكة، أو حتى ما عنده مقر، خلينا نقول بس نتكلم عن نقطة ثلاثة، إنه أنا راح أعرف إنه هذا العميل راح يستخدم التصدير هذا أو الخدمة هذه داخل المملكة، يجب أن إيش؟ يجب أن أعملها إنها خاضعة للنسبة 5%، وأن تصدير داخلي وأن سلعة بيعت داخل المملكة وليس خارج المملكة، حتى لو كان الشخص يملك مقر إقامة خارج المملكة. لكن لو أنا علمت إنه هو راح يستخدم الخدمة هذه داخل المملكة، لازم أخضعها للخمسة في المية. واضح؟ تفضل. انت قصدك بعد ما يطبق النظام الموحد؟ الى الان ما في حاجه. الى الان بصراحه احنا الى الان اللي نعرفه انه انت متى ما صدرت سلعه برا المملكه تعتبر من حقك انك تنفذ خضوع بنسبه 0%. حاليا متى ما نفذ الترانزيت على ما اعتقد، اذا عندك الاثباتات تطبق عليها، يعني حتى بعد يمكن نفاذ النظام الموحد، يعني ما في إشكالية. سواء أنت عملت حاليا أنه خارج المملكة وصفري، أو أنه أنت ممكن تقبل مستندات أنك أنت يعني ترانزيت إلى دبي، بس الوجهة النهائية وين؟ إحنا نتكلم العميل وين؟ طبعا من المستندات اللي إحنا تكلمنا عنها، من المستندات هو استلام العميل للسلعة، صح؟ في مستندات استلام، أين الاستلام، تاريخ الاستلام، موقع الاستلام، صح ولا لا؟ فهذه برضو مستندات تثبت التصدير وتثبت أنه العميل أستلم السلعة خارج المملكة أو خارج الأقليم الخليجي. إن المورد يرغب في أن يتم استهلاك الخدمات من قبل العميل خارج إقليم دول المجلس، واضحة يعني. ألا يكون لدى المورد دليل أنه سيتم الانتفاع من تلك الخدمة داخل إقليم الخليج. أنا كمورد لو عندي دليل أنه زي ما تكلمنا بالنسبة للاستفادة، لو عندي دليل أنه العميل هذا حتى لو استوفى الخمسة شروط السابقة أنه راح يستفيد أو راح يستخدم التوريد هذا في المملكة، يجب أن أعامله بالخضوع وليس بالصفري، الخضوع الأساسي وليس الصفري. المادة 34 تتكلم عن خدمات النقل، وهي خدمات متصلة بالتصدير بشكل كبير، سواء كانت سلع أو ركاب. يخضع النقل الدولي للسلع أو للركاب بالنسبة الصفرية طبعا. المادة 34 طبعا، المادة 34 واحد هذه، المادة 34 2 تتكلم أنه يتم نقل بواسطة أي وسيلة من وسائل النقل المؤهل، يجب أن يتم نقل السلعة هذه بوسائل نقل المؤهل، وأن يتم عن طريق رحلات نقل ركاب مجدولة بواسطة رحلات بحرية تتم وفق جدول معين معلن. الخدمات المرتبطة مباشرة أو عرضية بالتوريد النقل الدولي للركاب خاضع للضريبة بالنسبة الصفرية برضو. يعني احنا اتفقنا انه النقل الدولي يخضع للنسبة ايش؟ الصفرية. اي خدمات مرتبطة سواء كانت مباشر او غير مباشر بالنقل الدولي هذا برضو يخضع الى النسبة الصفرية. بس طبعا عليك انت عبء اثبات انه هذه خدمات مرتبطة، اي ما يتم مثلا ما يتم التوريد وكذا الا بها، اشياء زي كذا في بعض الشروط. برضو يخضع للنسبة الصفرية استيراد وسائل النقل المؤهلة، وسائل النقل المؤهلة تخضع للنسبة الصفرية، سواء كانت سفن أو طائرات أو التي أعدت ليكون الغرض الأساسي منها اللي هو النقل الدولي للسلع والركاب.
الخدمات ذات الصلة بالنقل السلع والخدمات وفق للتعريف الوارد في المادة 25 من هذه اللائحة خاضع للنسبة الصفرية، اللي لسه قلنا يعني أي خدمات مرتبطة بالنقل السلع أو الركاب الدولي تخضع لنفس النسبة الصفرية. طبعا من الأشياء هذه زي ما قلنا خدمات الصيانة والإصلاح بشكل فعلي على وسائل النقل الدولي تخضع للنسبة الصفرية برضو. يقصد بالنقل الدولي توريد خدمة النقل عن طريق مركبة أو طائرة أو سفينة مع سائق أو طيار أو طاقم حسب مقتضى الحال لتأدية تلك الخدمة. شريطة أن تكون خدمة النقل الدولية متضمنة نقل السلع والركاب من وإلى المملكة. معناته لو عندي نقل سلعة من بريطانيا إلى الرياض تكون خاضعة أو غير خاضعة؟ ها؟ هذا تعتبر اصلا خارج النطاق، اي مو تبعنا، تبع احد ثاني ما لنا دخل، جايه من بريطانيا الى الرياض مي تبعي، لو طالعه من الرياض الى بريطانيا تصير خاضعه صفريه اذا اثبتت انها خارج المملكه بالوسائل النقل المؤهله. طبعا وسائل النقل المؤهله يقصد فيها النقل المؤهل هو يا اما انه يكون بالنسبه لنقل السلع انه يكون نقل على اساس تجاري، برضو بالنسبه للركاب انه ينقل اكثر من 10 اشخاص وبشكل تجاري، برضو اي نقل ترفيهي او شخصي زي الطيران الخاص او اشياء زي كذا ما تعتبر من الوسائل النقل المؤهله. معناته انها راح تخضع للنسبه الاساسيه وليس الصفريه. زي ما قلنا يخضع تصدير السلع الى خارج الاقليم دول مجلس التعاون لضريبه القيمه المضافه بنسبه 0%. احنا الان نقول خارج اقليم دول مجلس التعاون، نعتبر زي ما قلنا دائما هذا التفكير عندنا، الان نعتبر انه خارج اقليم المملكه إلى ما يتم تنفيذ زي ما قلنا النظام الموحد الضريبي، خلينا نسميه كما هو في الجمارك النظام الموحد للجمارك، فيتم معاملة الأقليم على أنه وحدة وحدة. نعم نعم نعم، اللي ناقص في الاتفاقية بس فقط تنفيذ الربط هذا فقط. إيه لا، النظام اللي أنا أتكلم عنه هو نظام خاص ونظام ربط خاص بالإدارات الضريبية في الخليج أو في الدول الأعضاء، خلينا نقول لأنه في بعض الدول إلى الآن ما نفذت فما تعتبر دولة عضو بالنسبة لضريبة القيمة المضافة. طبعا زي ما قلنا هذا كمرحلة انتقالية، صح؟ إحنا كمرحلة انتقالية تفكيرنا يكون أي شيء خارج المملكة تصدير وأي شيء من خارج المملكة دخول أقليم المملكة استيراد، صح؟ إلى ما يتم تنفيذ النظام الموحد ثم نعتبر أنه أقليم دول العضو وأقليم الخليجي هو وحدة واحدة، فالتصدير يكون خارج الأقليم الخليجي والاستيراد لا برضو استيراد للأقليم الخليجي. واضح؟ في سؤال ولا شيء؟ والله اللي أعرف أنه في عمل عليه النظام الموحد مع الدول الأعضاء اللي طبقت ضريبة القيمة المضافة، بس صدوره ما أدري متى ممكن صدوره، بس زي ما اتفقنا أنه قبل الصدور راح يتم الإعلان عنه وراح يتم الإعلان وتوضيح جميع الشروط والاشتراطات للتصدير أو الاستيراد عبر هذا النظام. طبعا استكمال بيان التصدير من قبل المصدر كما هو مطلوب ومحدد في نظام قانون الجمارك الموحد زي ما قلنا، نقل السلع إلى خارج أقليم دول مجلس التعاون مرحلة انتقالية زي ما قلنا، يتم استكمال بيان التصدير ونقل السلع. في جميع الحالات يتم اعتبار التوريد على أنها تصدير في حال قصد المورد والعميل بأن تنقل السلع إلى خارج أقليم دول مجلس التعاون كنتيجة لهذا التوريد. ويمكن للشروط التعاقدية زي ما قلنا العقد او الفواتير او اي شيء ان وجدت بين اطراف توريد ان تعطي انطباع وليس تحديد
عن الطرف المسؤول من ناحية ترتيبات نقل السلع أو المقاطرة من حيث الملكية والمكان. على سبيل المثال تم القيام بتوريد على أساس التسليم في مكان المورد، مكان المورد، حيث يكون العميل مسؤولا عن أخذ السلع من موقع المورد وبدون وجهة محددة، بدون وجهة محددة. أي مسؤولية المستورد، بس لاحظ الآن غير إنه عملية النقل مسؤولية المورد، مسؤولية العميل هنا، لأن العميل راح يستلم السلعة من مكان المورد، فمعناتها عملية النقل راح تكون مسؤولية مين؟ العميل. هذه واحدة. اثنين، مع أخذ السلعة من موقع المورد بدون وجهة محددة، وعليه فإن الأطراف لم تتفق على أن يتضمن التوريد نقل السلع إلى خارج أقليم أو إذا خارج المملكة، أقليم المملكة، كنتيجة للتوريد. أنا عامل التوريد هذا على أنه خاضع ولا غير خاضع، خاضع للصفري ولا خاضع للخمسة في المية؟ 5%. بس السبب الرئيسي مو لأن المورد العميل مسؤول عن النقل، لأنه ما في تحديد وجهة معينة. فهنا يعتبر أنه ما في إثبات ودليل أنه راح يتم النقل إلى خارج الأقليم، صح ولا لا؟ هذا السبب الرئيسي أني أنا راح أخضع هذه. أيوة، مع توضيح كل المعلومات، مع توضيح المورد، مع توضيح اسم المورد، أنه مورد السلع هذه فلان الفلاني برقم ضريبي مثلا كذا، هو المورد، ولكن المسؤول عن التصدير مثلا هو العميل كذا كذا، ومقر إقامته خارج يعني جميع الشروط الستة اللي تكلمنا عنها تكون موجودة، تكون النسبة صفر. بس لو ما حددت الوجهة، لو ما في إثباتات نقل، لا طبعا الأشياء الأساسية هو بيان التصدير، صح؟ بيان الجمركي، هذا شيء أساسي يعني. أنا بالنسبة لي لو تسألني أقول لك هي بيان الجمركي هو شيء أساسي. أشياء مساعدة ومساندة للإثبات، أيوة، عقود، فواتير موضح فيها، زي ما تكلمنا ثيرد بارتي ترانسبورتيشن دوكومنتس، عفوا، أنا أسميه شيء أساسي، عفوا، يعني ممكن أنت تثبت أنك نقلت، يعني مستحيل أنك تصدر شيء وما عندك بيان جمركي، يعني صح ولا لا؟ ما أدري هل ممكن أنك تصدر، ما أدري الشباب، هل ممكن تصدر ما عندك بيان جمركي؟ خلاص يعني هذا يعتبر شيء أساسي لل. طيب هذا مثال بالكلام اللي إحنا قلناه، لو أنه موضح الوجهة، وجهة النقل، وسواء كان المسؤول المورد أو العميل، طبعا مع ذكر وتعريف إنه المورد فلان الفلاني معروف، وهذه مادته وهذه مواده وسلعة لأغراض ضريبة القيمة المضافة، يجب أن يوضح الشيء هذا، فنعاملها على أنها نسبة صفرية يعني. ثاني مرة، وثائق إثبات التصدير زي ما قلنا، مستندات التصدير الصادرة عن الهيئة العامة للجمارك وإدارات مماثلة لها في دول عضو، لو زي ما سألنا الأخ، لو أنا صدرت من دبي ترانزيت، عفوا الرياض ترانزيت دبي تشاينا ولا يوروب ولا أي شيء، مستندات برضو التصدير من دبي، أوكي، تساند طبعا في حال لو صارت النظام الموحد. مستندات تجارية زي ما قلنا، سواء كانت عقود أو فواتير أو شيء، إحنا ممكن بعض الأشياء نعيدها شوي بس يعني تركيز المعلومة. مستندات نقل زي ما قلنا ثيرد بارتي، مستندات نقل لو ما تم النقل من نفس المورد أو العميل، وغالبا إنه يتم شركات خاصة بالنقل يعني. وثائق الشحن زي ما قلنا، خلال 90 يوم يجب أن تثبت التصدير. لو أنا أعرف إنه ما راح أثبت التصدير خلال 90 يوم، يجب أن أعامل التصدير على إنه إيش؟ أيوة، خاضع للنسبة الأساسية. 90 يوم عندك، لو أنا متأكد
اني ما راح اوفر المستند للتصدير خلال 90 يوم اعامله على انه بيع خاضع 5%. هل يجب عليه صراحه ان هذا البضاعه مصدره او غير مصدره؟ لو عدت اعامله 5%؟ لا، بالنسبه للاقرار الضريبي، لا، في خانه للخاضع للنسبه الاساسيه وفي خانه للتصدير. لان بس اعلمك الفرق، ما يصلح انها تصير واحده، لازم فرق، لان الاولى خاضعه 5%، اما الصادرات ما هي خاضعه بس 0%، يعني في الاقرار الضريبي ما تحسب عليك ضريبه. اوكي، ايوه، لو عندك شك انا انصحك تحطها خاضعه، ما تحطها تصدير. لا خلاص، اذا هي يا تصدير يا خاضعه، واحدة من الثنتين. لا، ايوه اوكي، اذا عندك شك زي هذا، زي ما قلنا انه ما تنطبق الست شروط اللي تكلمنا عنها بالنسبه للخدمات او بالنسبه حتى للسلع، اكيد انه انت تخضعها للضريبه وتضعها تحت البند الاول خاضع للضريبه المحليه. لا، هذا خلنا نناقشها بعد ما نخلص، حط الملاحظة هذه نناقشها، هذه فيها نقاش شوي، ما أظن أنه صحيح يعني. خلاص، أنا خضعت البضاعة وبعتها له، هو يقدر يتعامل معها كعميل يعني، سواء استخدمها هنا أو خارجيا. أيوة، 90 يوم مو من تاريخ التصدير، لا، 90 يوم من العملية، التجارية. أنت متى نفذت العملية التجارية؟ متى سويت العقد أو الفاتورة؟ اوكي، لانه انت تحكم على التصدير انه خاضع 5% او صفر من العمليه التجاريه. لما نفذت العمليه التجاريه انت عندك خبر هو 5% ولا صفر، او عندك يعني والله انا راح اثبت خلال 20 يوم 30 يوم راح اثبت انه خلاص انا احطه صفري، والله انا ماني متاكد، ما مستحيل اثبت 90 يوم قبل 90 يوم مستحيل اثبت مثلا، لا عامله خاضع. زي ما تكلمنا هنا برضو. طيب، سؤال برضو يعني تمرين على الكلام اللي قلنا. اتفقت شركة الكرامة مسجلة لأغراض ضريبة القيمة المضافة في المملكة على بيع ألواح خشبية إلى تركيا، تصدير مباشر، معناته تصدير مباشر يعني المورد اللي صدر، وقامت شركة بالاتفاق مع شركة شحن عالمية لتقوم بأخذ ألواح من المملكة بتاريخ 28/6 ثيرد بارتي، واستكمال إجراءات التصدير بالنيابة عن شركة الكرامة بالإضافة إلى شحن تلك الألواح إلى العميل في تركيا. شيء مهم الآن، شركة النقل هل تذكر أن المورد فلان ولا مو لازم؟ لازم تذكر المورد، أن المورد فلان وأنا أنقل بالنيابة عنه، صح ولا لا؟ هذه مهمة. يكون تاريخ التوريد هو تاريخ بدء النقل، وتقوم شركة الكرامة بإصدار فاتورة للعميل التركي وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 0%، صح؟ لأنه أنا عارف أني بنقلها دوليا. تم استلام مستندات تصدير والشحن من شركة الشحن بتاريخ 3/7، حيث يتم التأكد من تصدير السلع إلى خارج أقليم دول الخليج، وكذلك تطبيق النسبة 0%. ممتاز؟ طيب، أيوة، التصدير يعتبر من 28/6 من تاريخ بدء النقل. ايوه، من تاريخ بدء النقل. اي ممكن، بس انه التاريخ الان انا اخضعها للنسبه الصفريه بتاريخ 3/7 ولا تاريخ 28/6؟ ايوه، هو ايوه، ايوه واضح، تاريخ بدء النقل. نعم تاريخ بدء النقل.
بس طبعا بالنسبه للضريبه القيمه المضافه هتعامل العمليه التجاريه انها تمت في 28/6 ولا 3/7؟ لا 28/6 ضريبيا، انا اعملها ضريبيا لان العمليه التجاريه تمت في 28/6، انا عملت العقد وبعت وعملت فاتوره زي ما هو زي موضح 28/6 هذا ضريبيا الان. ايوه نتكلم عن حسابه ال 60 يوم بالنسبه للتصدير واثبات التصدير من بدايه النقل 3/7. التوريد بعد التخليص الجمركي، انا خلصت جمركي وكل شيء وبعدين تم التوريد. وش اللي مو واضح فيها؟ طيب اول شيء لاحظ الجزء الثاني، يكون تاريخ التوريد هو تاريخ بدء النقل، وتقوم شركة الكرامة بإصدار فاتورة للعميل التركي وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بالنسبة الصفرية، وهو تاريخ بدء النقل. تم استلام مستندات التصدير والشحن من شركة الشحن بتاريخ 3/7، حيث تم التأكيد على تصدير السلع إلى خارج إقليم دول المجلس، وكذلك بالنسبة تطبيق بنسبة 0%. لا عفوا الآن تاريخ التوريد هو تاريخ النقل. أيوة بس لحظة، احنا تلخبطنا شوي. تم استلام المستندات التصدير والشحن 3/7، استلام وليس بدء التصدير. احنا كنا انت قلت ان بداية التصدير 3/7. لا ايوه المستندات، استلمنا المستندات انها صدرت في 3/7، معناته انه انا حققت الاثبات والدليل قبل 90 يوم، بينما التوريد والتوريد الحقيقي يكون هي بداية النقل. اي بداية النقل، من بداية النقل وبداية الفاتورة بإصدار فاتورة. ايوه اللي هو احنا نقول العمليه التجاريه تتم في وقت تاريخ بدء النقل. ايوه الحين خلينا نشوف ان شاء الله انها معنا. في شروط للفاتوره الضريبيه، لازم انا في فواتيري لازم اصدر فاتوره ضريبيه ولها اشتراطات معينة، مو أي فاتورة. واضح؟ لا هو هنا يعتبر تاريخ الفاتورة هو تاريخ النقل هنا. أيوة 3/7، لحظة لا تلخبطون، 3/7 هي تاريخ استلام مستندات التصدير، اني صدرت واستلمت مستندات، لكن البيع العمليه التجاريه والبيع والنقل تم في 28/6. ايوه فهو لحظه هنا كانوا يبون يوضحون توضيح متى تحسب الضريبه، تاريخ الضريبه. ليش؟ لانه في فترات ضريبيه، فلازم تعرف انت البيع هذا صار في اي فتره ضريبيه، لانه هنا لو كانت الفتره الضريبيه سواء شهريه او ربعيه راح يختلف الفترة بين شهر 6 وبين شهر 7، هذه فترتين ضريبية. أنا أبلغ عن البيع هذا في شهر 6 ولا أبلغ عن البيع في شهر 7؟ هنا المقصود أنه لا، أنا أبلغ عن البيع ضريبيا في 28/6 اللي هو في شهر 6، الفترة الضريبية 6 إذا كان شهري، والفترة الربع الثاني إذا كان ربعي. ما أبلغ عنه في الربع الثالث أو شهر 7. ممتاز. يعني هنا المشكلة الآن، مو مشكلة عفوا، هنا الشرح الدقيق. الاستحقاق الضريبي يتم بإحدى ثلاث، أو أول حدوث واحدة من ثلاث، يا إما فاتورة، يا إما نقل أو استلام، يا إما دفع. لو أي واحدة من الثلاث هذه صارت أولا عندي استحقاق ضريبي. واضح؟ ها؟ ايوه ايهما حدث اولا، يا اما لو انا ما عملت فاتوره بس انا بديت النقل،
ايوه او دفع جزئي على حسب الدفع الجزئي. اذا ما كان استلام، لحظه، اذا ما في استلام كامل، لانه في الضريبه ممنوع الاستلام الكامل والدفع الجزئي ممنوع. واضح؟ الاستلام الكامل لازم تدفع، لا لازم يصير استحقاق ضريبي كامل وليس جزئي. معناته لو انا وصلت قبل ما ادفع، وصلت في شهر 6 ودفعت في شهر 7، متى الفتره الضريبيه؟ 6، صح ولا لا؟ لو انا سويت فاتوره بس ما استلمت فلوس ولا وصلت اصلا حاجه، خلاص استحقاق ضريبي، انت بعت. ايوه، طبعا في استثناء بسيط بعدين نتكلم عنه اذا احد يذكرنا عن الاستثناء في نهايه العرض. عندك 90 يوم. ايوه، لا انت توضح للهيئه ان التصدير هذا، الهيئه غالبا ما تجي تسوي لك اودت الاسبوع الجاي، يعني الهيئه تسوي لك اودت على فتره لا سابقه، فتره سابقه يعني فتره سابقه عدى، مو 90 يوم، 60 120 يوم ولا 100 يوم ولا. فإذا حدث ممكن يحدث، خلينا نقول إنه الهيئة سوت لك مراجعة قبل نهاية 90 يوم، أنت تثبت للهيئة بالمستندات إنه التصدير، إنه مثلاً البيع هذا ما كمل 90 يوم، وإنه أنا سوف أثبت التصدير خلال 90 يوم، عادي يعني، ما فيها شيء، هذه مي مشكلة، هذه واضحة. ونتكلم عنها أكثر، أي واحد عنده ملاحظة، عنده سوء فهم، confusion ولا أي شيء، نتناقش عنه في نهاية الورشة، معنا وقت كافي إن شاء الله. طيب، تتم عمليات البيع والشراء لبعض من توريدات السلع عند وجودها على متن السفن خلال النقل الدولي، وبذلك تتم التوريدات. طيب، إحنا نقول، إحنا تكلمنا عن التوريد بعد التخليص الجمركي، هل يخضع ولا ما يخضع؟ بما انه لسه في اقليم المملكه، سواء كان الاقليم البري او البحري او خليجيا، طبعا لو طبق النظام، طبعا احنا الحين نتكلم بالمرحله الانتقاليه، فيعتبر خاضع يعني، اي ضمن المياه الاقليميه على الرغم من التخليص الجمركي لهذه السلعه، اي توريد لاحق للسلعه يتم بعد تخليص الجمركي يعتبر على انه تصدير لسلعه خاضعه لضريبه القيمه المضافه بالنسبه ايش؟ صفرية، يعني يعتبر خاضع وينفذ عليه النسبة الصفرية برضو. ممكن يجينا مثال، أي مثال، إنه شركة باعت مثلا بترول، هنقول، وخلال لشركة إيطالية أو أي شيء، وبعدين خلال النقل الحين انا الشركه السعوديه باعت بالنسبه صفريه لانها بتصدر، صح؟ خضوع، واعلنت عن البيع هذا لشركه ايطاليه. الان بعد النقل وفي وقت انه ناقله السلعه هذه او البترول لسه في الاقليم السعودي، تم بيعها من الشركه الايطاليه الى شركه اخرى، هل هذا البيع يخضع لضريبه القيمه المضافه او ما يخضع؟ لا، هو المفروض يخضع. صحيح، بس لسه البيع حدث في الاقليم، في اقليم المملكة العربية السعودية، يخضع لضريبة القيمة المضافة. معروفة الاقاليم البحرية مثلا، معروفة الاقليم البحري او الحدود السعوديه البحريه معروفه، لو انه البيع صار حتى على الدكه مثلا، خلينا نتكلم انه انا خلصت جمركيا وكل شيء، ايوه، والسفينه لسه على الدكه، هل تعتبر انه خرجت من السعوديه ولا لسه؟ سواء كانت في عرض البحر في الاقليم السعودي او سواء كانت على الدكه، يعني دكه التصدير. ها؟ ما في، هو ما في اقتناع اختي، هنا النظام، هذا النظام يقول انه اذا صار بيع والسلعه لسه في داخل الاقليم السعودي او الخليجي بالنظام،
انه تخضع للضريبه، تخضع بالنظام الصفري يعني. ايوه الان لو عندي شركه بريطانيه باعت سلعه في السعوديه تخضع ولا ما تخضع؟ مو معناته ان دوله شركه اجنبيه انه ما تخضع للنظام، تخضع للنظام. في شيء اسمه خضوع لغير المقيم، غير المقيم في ضريبه القيمه المضافه في خضوع له لاي سلعه يبيعها. طبعا نرجع لحد التسجيل 375 ألف في السنة، نرجع لأشياء ثانية، بس أنه بصفة عامة التصدير هذا إذا تم داخل أقليم المملكة العربية السعودية يخضع لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الصفرية، ما عليه ضريبة يعني، بس لازم يبلغ عن العملية البيع بالنسبة الصفرية. وجود السي اي اف كشرط، وين في المثال هنا؟ ايوه بيع السلعه بمبدا سي اي اف. ايوه ايوه اوكي تصدير السلع بدون البيع لأغراض الجمركية يتضمن تصدير السلع أي نقل للسلع إلى خارج المملكة أو أقليم المملكة، ويشمل ذلك أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بالنقل من المملكة بدون بيع لأغراض ضريبة القيمة المضافة. لا يعتبر شحن الشخص للسلع الخاصة خارج أقليم دول المجلس بأنه توريد للسلع بمقابل، وذلك من في حال تم النقل في سياق ممارسة نشاط اقتصادي، وعليه لا تنطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 0% في هذه الحالة، حيث لا يوجد توريد وبالتالي لا يتم تسجيل نقل السلع إلى خارج الأقليم دول المجلس ضمن إقرار الشخص الخاضع للضريبة. معنى الكلام هذا إذا مو مفهوم أنه أنا لو أنا نقلت معدات في 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 سياق ممارسة النشاط الاقتصادي من المملكة إلى خارج المملكة ما يعتبر أنه تصدير، هذا يعتبر خارج النظام، ما يعتبر أنه تصدير بالنسبة الصفرية يعني، لا يعامل على أنه تصدير هذا، لأني أنا أملك الحاجة وأنا نقلتها لممارسة نشاط تجاري. مثلا لو أنا عندي شركة في السعودية وبعدين أنا نقلت مواد وابغى ابدا شغل مثلا في دبي، عندي شغل في دبي واحتاج المواد هذه او المعدات انقلها، يعتبر هذا ليس تصدير. بالنسبه للكيان ما ادري، بس هنا يتكلم انه نفس الشخص يعتبر شحن شخصي، أنا لأني مهما كان حتى يمكن لو الكيان، بس أنا مالك الكيان هذا وأنا مالك الكيان هذا، أنا نفس الشخص يعني. حالات خاصة توريدات في وضع التعليق الجمركي برضو تخضع توريدات السلع ضمن الوضع الجمركي المعلق في لأحكام نظام قانون الجمارك الموحد، مستودع جمركي أو السوق الحرة أو الترانزيت لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الصفرية تخضع يعني. أي 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 معاملات تجارية سواء كانت في المستودعات الجمركية أو في السوق الحرة أو في الترانزيت تخضع لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الصفرية طبعا، إذا كانت خارج، وبالنسبة الصفرية إذا كان، وبالنسبة 5% إذا كانت داخلة، وعليه الاحتفاظ بالأدلة الكافية طبعا زي ما وضحنا. إعادة التصدير سلع مستوردة تكلمنا عنها صح ولا لا؟ إنه تحتاج نفس الشروط للتصدير، نفس شروط التصدير العادي، إعادة التصدير تستوجب نفس شروط التصدير.
من أجل الحصول على إرشادات حول أي معاملات خاصة، فمن الممكن تقديم طلب للحصول على قرارات تفسيرية. طبعا إذا أنت عندك أي استفسار دقيق أو حالة معينة أو شيء، تقدر تتواصل مع الهيئة عبر البريد الإلكتروني vat.gov.sa، عفوا الموقع الإلكتروني الرسمي لضريبة القيمة المضافة vat.gov.sa. في عندنا إيميل vat@gazette.gov.sa، هذا برضو إيميل تقدر لو عندك مستندات للحالة وتحتاج قرار تفسيري وممكن تطلبه خلال النظام، من خلال النظام أو من خلال حسابك في نظام ضريبة القيمة المضافة، أو من خلال إرسال إيميل إلكتروني على vat@gazette.gov.sa، أو من خلال زيارة موقع إلكتروني الرسمي لضريبة القيمة المضافة vat.gov.sa. طبعا الموقع هذا غني بجميع المعلومات بصراحة، يعني ما يستغنى عنه. الله يعطيكم ألف عافية. إحنا سوينا كفر لضريبة القيمة المضافة، ما أدري إذا معنا شوية وقت نأخذ أسئلة، إذا كان في أسئلة لأي شيء مو واضح أو شيء. تفضل أستاذي. نعم، الفاتورة الضريبية في 12 طلب أو 12 طلب. من الأشياء المميزة في الفاتورة الضريبية لازم تذكر عنوان المورد، تاريخ المورد، موجودة في النظام، يعني لو ترجع للائحة بتحصلها، أفضل لك موجودة كاملة. ممكن نطلع على شيء برضو. أيوة في ترتيبات معينة للفاتورة الضريبية، لازم توضح نسبة المعاملة الضريبية 5% أو 0 أو معفية، أشياء زي كذا لازم توضح في الفاتورة. اسم المورد، تاريخ التوريد، رقم تسلسلي للفاتورة. أكيد لازم. تفضل يا أختي. ممتاز. المنتج بقى بشكل نهائي وخلاص حصل ضرر، المفروض ان انا بعد عمليات التصوير حسب كلام حضرتك وعن وجود المستندات استحق القيمه الصفريه. السؤال، انا دلوقتي دخل في المنتج ده 5% اللي هي قيمه الواردات عليه، الا يسترد منها نتيجه الاصدارات على الاصدارات؟ اجاوبك على سؤالك. اولا ما في رابط كامل بين التصدير وبين الاستيراد، واحد. يعني بدون ما تصدري البضاعة، أنت فقط باستيرادك واستخدامك مواد خام مستوردة وداخلة فيها ضريبة قيمة مضافة، تستطيعين أنك تستردين مدخلاتك الضريبية. طبعا الضريبة المدفوعة على مشترياتي تعتبر مدخلات ضريبية، الضريبة اللي على مبيعاتي تعتبر مبيعات مخرجات أو نعتبرها ضريبة مخرجات. فأنت ضريبة المدخلات أستطيع أن أخصمها بدون ما أصدر، يعني ما لها ربط بالتصدير، مو لازم أصدر عشان أخصم مدخلاتي. أي شركة عندها مدخلات ضريبية تستطيع خصمها من المخرجات الضريبية، لأنه الإقرار الضريبي المخرجات الضريبية ناقص المدخلات الضريبية يساوي القيمة اللي إذا كانت إيجابية الضريبة المستحقة الدفع، وإذا كانت بالسلب الضريبة المستحقة للمكلف للاسترداد. واضح؟ أي سؤال، في أسئلة ولا إن شاء الله إحنا البرزنتيشن غطى أشياء كثيرة. تفضل. مو صحيح. الصحيح انك انت بتستقطعي الان في اي فتره ضريبيه، مثلا
انا ودي انه لو فيه حاجه صبوره ولا شيء نشرح، بس مو مشكله. الـ 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 الاقرار الضريبي شكله واحد الى خمسة مخرجات ضريبيه، اوكي، وستة مجموع، ومن سبعة الى 12 مدخلات ضريبيه. المدخلات الضريبيه اللي اقصد فيها مدخلات ضريبيه هي الضريبه اللي انا دفعتها على مشترياتي، والمخرجات الضريبه اللي دفعتها على مبيعاتي، على مبيعاتي. فأنا في نفس الفترة الضريبية، خلينا نقول عشان بس أوضح لك الصورة، أنا استوردت بمليون، استوردت استيراد بمليون، لا خلينا مليون شوي، خلينا نقول 100 مليون استوردت، ضريبتها 5 مليون، وأنا دفعت 5 مليون في الجمارك، صح؟ في شهر واحد. أنا فترتي الضريبية شهر، شهر معناته كل شهر أنا عندي فترة ضريبية. إذا أنا معناته انه انا ابيع باكثر من 40 مليون في السنه، معناته لازم اقدم اقراراتي الضريبيه كل شهر فتره ضريبيه، والشهر اللاحق للفتره الضريبيه يكون هو فتره تقديم الاقرار والدفع. فانا استوردت ب 100 مليون، ضريبتها 5 مليون، دفعتها للجمارك، صح؟ دفعتها للجمارك توردها للهيئه. لما اجي في اقراري انا في شهر 2، انا شهر 2 عندي من 1/2 الى 28/2 هذه فترة تقديم الإقرار والدفع الضريبة. طبعا أنا في الفترة هذه اللي استوردت في فترة واحد استوردت 100 مليون، دفع ضريبة في الجمارك 5 مليون، لكن أنا مبيعاتي خلينا نقول 50 مليون، مبيعاتي أقل من استيراداتي. فأنا في الإقرار الضريبي راح أكتب مبيعات 50 مليون، ضريبة كم؟ 2.5 مليونين ونص. بعدين المشتريات بند 7 مشتريات محلية ما عندي، الجمارك لها بند الحال، بند ثمانية هو المشتريات أو الاستيرادات التي دفع ضريبتها في الجمارك 100 مليون، صح؟ دفعت كم؟ 5 مليون. فأنا عندي 2.5 ناقص 5، ايوه سالب 2.5، سالب 2.5، انا لي 2.5، انا لي 2.5. ايوه في الاقرار الضريبي يسالني انا عاوز استرداد، عاوز يعني ابغى ارجع الضريبه. لا في من قال ما في استرداد؟ في استرداد، انا عاوز استرد او انا عاوز استخدمها كريدت. كريدت افضل عشان يمكن انا استفيد منها على طول، يعني اي لاي سبب. طبعا هذا يعود للمكلف، انت على راحتك عاوزه تستردي ولا عاوزه انه تستخدميها ككريدت للشهر القادم. فهذه معناتها اني انا على طول خصمت مدخلاتي، صح؟ لسه انا ما صدرت ولسه ما عملت ولا حاجه، فهي مش مربوطه. انا اقدر استرد مدخلاتي على طول بدون ما بيع، حتى والبضاعه في المخزن، انا شريت بضاعه حطيتها في المخزن اخصم ضريبتها، خلاص اخصم ضريبتها لين ما بيع واخذ ضريبه، بعدين اورد ضريبتها للهيئه. واضح؟ ما في اي عبء على التاجر، على البزنس. واضح؟ اي اسئله اخرى؟ ان شاء الله انه الامور اوضح الان، واستفدت بما يخص ضريبه القيمه المضافه. يعطيكم الف